يقول: هل خلاف العلماء رحمة للأمة؟ الرحمة في الاتفاق، الرحمة في الاجتماع لا في الاختلاف، الاختلاف ليس رحمة. ولهذا قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الذين رحمهم الله لم يختلفوا، وإنما الذين اختلفوا هم الذين كما ذكر الله عز وجل: ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الاختلاف لا يجوز، لكن الاختلاف إذا كان في الفقه، مسائل الفقه، ولم يتبين الدليل مع أحد الأقوال، كل الأقوال محتملة، فحينئذ لا ينكر، لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي لم يتبين فيها دليل مع أحد الأقوال، وإنما كل قول يحتمل أنه هو الصحيح. أما ما تبين الدليل فإنه يجب العمل بما تبين عليه الدليل ويترك ما خالفه. نعم.